أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معانا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الجوزاء السبت 27 فبراير 2021. يتطلع الجميع للاتصال بك والاقتراب منك. اهتم بمظهرك اليوم لأنك ستكون محط أنظار الآخرين. ابحث عن كل ما هو جميل في كل شخص ولا تقم بدور الناقد وتحاول إظهار مساوئهم. ستتغير وجهات نظر الآخرين في شخصيتك إذا تحدثت عنهم بطريقة سيئة من وراء ظهرهم. عاطفيا، الجهر بمشاعرك تجاه الشريك مهم جدا، لكن لا تكشف جميع أوراقك في هذا المجال. مهنيا، تبدأ مسيرة عمل مضنية وتوظف طاقتك في إنجازات مهنية ضخمة. تسعى من أجل ترقية أو منصب. صحيا، مارس بعض التمارين الصباحية قبل التوجه إلى العمل، فهي مفيدة للصحة.